مرحبا بكم في بودكاست توني فرانسيس، بودكاست حيث نشارك كلمة الرب النبوية وإعلانات من الكتاب المقدس والصلوات التي ستجعلك تعيش حياتك بوفرة. تواصل معنا على الموقع الإلكتروني www.healednations.com. والآن ها هو مضيفك توني فرانسيس. أرنم لله لأنه اهتم بي كثيرا. أي قريتها من كم يوم بأحد المزامير وعلقت جواتي وحفظتها وصرت عم رددها بأوقات صلاتي وبحكي فيها مع الرب وبقول له يا رب فرحان فيك وبرنم يا رب لألك لأنك اهتميت في كثيرا، مثل ما داود كمان قال له قال يعظمني لطفك. ليلي رح كون عم شارك يمكن أقصر مشاركة لأنه مطرح ما روح لدس قال لي شارك منه هو مزمور 23 وهو مزمور كتير صغير 6 آيات. إذا بدك تكون عم تجيب الكتاب المقدس وتفتح على مزمور 23 خي أختي بهيدا الوقت، لأنه الرب عنده كلمة لقلنا. الرب الليلة مش بس بده يذكرنا أنه بيهتم فينا ومين هو بحياتنا، إنما الليلة رح نتقابل مع مستويات جديدة من محبته ومن اهتمامه لألنا. بهيدا الوقت افتح الكتاب، افتح الكتاب على مزمور 23 ونكون عم نرفع قلوبنا بالصلاة قبل ما نقرأ هيدا المزمور مع بعض، ونكون عم نطلب من الروح القدس إنه يقودني. كون عم شارك يلي على قلبه بطريقة نبوية وعفوية لمثل هيدا الوقت ولمثل هيدي اللحظة، لألك ولألك ولألي، لأنه ما في أجمل من الكلمة الطازة اللي نازلة من العرش السخنة هلأ لألنا يلي محتاجينا. يا روح القدس منرحب بحضورك بهيدا الوقت، شكرا من أجل الأمور العظيمة يلي رح تعلنها لقلنا اليوم عن شخص الرب الراعي بحياتنا، بحياة كل واحد من الأشخاص، من الأبناء، من البنات يلي مسلمين حالهم لقلو. شكرا اليوم يا رب أنك تفرجينا يسوع، تفرجينا اهتمام الأب لقلنا بيسوع المسيح بالروح القدس. يا رب يمكن قارين هيدا المزمور مدري كم مرة بحياتنا، ولكن اليوم بمحضرك في كلمة جديدة، مثل ما يا رب المحبة هي دايما جديدة، لأنه أنت يا رب وصيت تلاميذك، وصيتنا وقلت أحبوا بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم، وسميت وصية جديدة. يا رب المحبة دايما فريش، والقعدة معك هيك وقراءة كلمتك حتى لو نفسها كمان جديدة. يا رب شكرا من أجل هيدا الوقت، بارك كل حدا عم يسمعني، بارك خي واختي يلي بعد ما بيعرفوك وعم يسمعوني، يا رب يقبلوا إلى معرفتك
بحبال المحبة يلي عم تجذبهم فيها. باسم الرب يسوع، آمين. يا رب نشكرك أيها الأب لأنك ملأت قلوبنا بمحبتك بالروح القدس بحسب روما 5:5. وشكرا يا رب أنه قصدك أنه تعلن لألنا هيدا الحب الإله العظيم يلي مالينا. يا رب الليلة بصلي مش بس نسمع الكلمة، مش بس نسمع هيدا المزمور، إنما يا رب نعمل فيه. يا رب من خلال الأشياء اللي بدنا نسمعها تخلق فينا صلوات جديدة، إعلانات جديدة، يا رب مقاربة جديدة بعلاقتنا معك. بهيدا الوقت يلي العالم ما عم تعرف يمينها من شمالها، ضايعة بدون قائد، وإذا عندها قائد الأغلب عم بيكون عنده مصلحة أو شرور وعم بيأذي قطيعه. يا رب نحن اليوم عنا هيدا الامتياز العظيم أنه أنت تكون راعينا وقائدنا، وعارفين يا رب أنه كل الشعوب بتموت من أجل ملوكها وبتفديها بالروح وبالدم، إلا أنت يا رب ملك المجد متت من أجل شعبك. كيف ما بدنا نحط كل هيدي الثقة بشخصك وبقيادتك لألنا؟ أنت راعي نفوسنا وحارسها. آمين. مزمور 23 الآية الأولى هو مزمور لداود. بيقول في داود، ومنلاحظ بهيدا المزمور إذا بنقراه هيك بطريقة سريعة، أول شيء هيك منفحصه بعيوننا بفهمنا على بضوء الروح القدس أكيد، منلاقي أنه داود بيحكي بهيدا المزمور عن الرب، وبنص المزمور بيحكي مع الرب. ومن أجمل الأشياء اللي بيعلمنا إياها داود بهيدا المزمور أنه حياتنا تكون هيك، نخبر عن يسوع، ونحن عم نخبر عن يسوع نحكي مع يسوع. أجمل الوعظات والتعليم اللي بسمعها هي لما الواعظ يكون عم بيحكي عن الرب، عم بيوعظ وعظته للشعب، فجأة هو عم بيوعظ الوعظة بيقلبها صلاة، بيصير عم بيحكي مع الرب. فداود عملها بمزمور 23، وهذا الشيء رائع وملفت وحلو أنه نكون عم نتبناه بحياتنا، نتعلم كيف نحكي عن الرب، كيف نحكي مع الرب، والروح هو اللي بيقود خطوة بخطوة. الرب راعي فلست أحتاج إلى شيء، في مراع خضراء يربضني، وإلى مياه هادئة يقودني. الملفت أنه داود كان راعي وراعي غنم، وبقلب حياته وشغله بالرعاية شاف أنه الرب كمان هو راعي لنفسه. مثل ما داود كان يرعى قطيعه، الرب استعمل شخصية داود الراعي لقال له أنا كمان بشبهك، أنا راعي الرعاة، أنا كمان برعى شعبي. الرب استخدم هيدا اللغة تبع داود، ما حكى عن شخصه بمهنة تانية، لأن يمكن داود ما رح يفهمها، حتى يمكن لو سامع عنا، بس يمكن يقول داود أنه أنا بعيد عن هيدا المجال، أوكي سامع عن الموضوع، بس أنه ماني هالقد قريب من هالمهنة، أنه أوكي فاهم ندفع عليك يا رب. لا، الرب ما حكى بشي بعيد عن داود، حكى بشي اللي داود عم بيعمله بالرعاية، لأنه الرب بيعرف يحكي لغتك ولغتك ولغتي تيفهمنا مين هو بالنسبة لألنا، تيفهمنا
بحسب الأشياء اللي منعيش معك اليوم. الرب بالنسبة لداود هو كمان راعي. يمكن الرب يستعمل الشغل يلي بتشتغله تيقلك أنا كمان مثلك. مرة قلت له لرفيقي هو كان يشتغل بادي جارد حارس، ما بعرف إذا بعده عم يشتغل حارس، قلت له بتعرف الرب مثلك بادي جارد؟ هو كمان حارسك، هو بيسهر عليك إذا في لصوص جاية، إذا في أرواح شريرة، إذا في مخاطر. صرت عم بحكي بالروح القدس لرفيقي وأعلن له أنه الرب بيشبهه بالحراسة، وبوقتها كتير تبارك رفيقي لأنه حس بكل كلمة قلتها. يمكن الرب يكلمك بمين أنت وشو عم تعمل ويعلن لك مجده. إذا أنت نارس يمكن الرب يحكيك يقلك أنا كمان نارس، أنا عندي هذا الاهتمام على حياتك لحياتك، أنا كمان كل الوقت عم بقرأ البروفيل تبع صحتك إذا نزلت المؤشرات وطلعت، أنا كمان عندي ديني مرهفة إذا دق الجرس تبعك لأنك محتاجة مثل ما المريض بدق وأنت بتركدي لعنده أو لعندها لتسدد الاحتياجات وتسعفيها وتخلصي حياتها أو حياته للمريض. الرب كمان هيك بيعمل معك. شو الشي اللي عم تعمله؟ شو الشي اللي عم تعمليه؟ يمكن الرب يستخدم أسلوب حياتك وأسلوب حياتك تيعلن مجده لألك. خليك منتبه، خليك سامع، كلم الرب بالشي اللي انت بتعمله. يمكن انت حكيم، قل له يا رب انا حكيم، بس اليوم رح قلك الرب حكيمي فلست احتاج الى دواء. حلو تنقي هيك تكون مبدع بصلاتك وتقول للرب الشي اللي انت بتعمله. فداود عملها، قال في مراع خضراء يربضني وإلى مياه هادئة يقودني، ينعش نفسي ويرشدني إلى طرق البر إكراما لإسمه، حتى إذا اجتزت وادي ظلال الموت لا أخاف سوءا لأنك ترافقني. غنم داود كانوا ما يخافوا لما يقطعوا بوادي ظل الموت لأنه داود كان معهم، كان عم بيعزيهم، كان عم بيطمنهم، ما وقف يقودهم، كان عم بيحميهم بوادي ظلال الموت من أي ذئاب، من أي مخاطر، من أي انزلاق. فقال داود مثل ما أنا بهتم بقطيعي بوادي ظلال الموت الرب كمان بيعمل هيك معي. حتى إذا اجتزت وادي ظلال الموت لا أخاف سوءا لأنك ترافقني. مثل ما داود الراعي برافق قطيعه، عرف داود أنه يسوع الراعي الصالح كمان برافق داود بوادي ظل الموت. بيكمل وبيقول داود عصاك وعكازك هما معي يشددان عزيمتي. ميز داود الأدوات يلي الرب بيستخدمها تيشدد عزيمة داود بوادي ظل الموت، لأنه داود كان معه عصا وعكاز، كان يعمل هيك مع الخواريف. عم بتميز أنت اليوم وعم بتميزي أنه هيدا الراعي الصالح يلي بحبك
أكثر من حاله لدرجة أنه هو بذل ذاته من أجلك، فضلك على حاله. عم تميز أنه هو مش بس بيهتم فيك وبحبك، في عنده أدوات بيستعملها ليفرجي رعايته ورعايته لألك ولألك. داود هون ميز لأنه بحكم شغله ميز أنه الرب عنده كمان عصا وعكاز بيستعملهم ليشدد عزيمته. عم بتميز اهتمام الرب العملية بحياتك، مدرك ومدركة انه الرب عنده أدوات تيهتم فيك وفيك. بتعرف انه من أدوات اهتمام الرب فيك هو كلمته متاحة لك. صاحب المزمور بيقول: سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. أنا إذا انقطعت الكهرباء بقوم دغري بركض بجيب البيل أو بضوي تليفوني. متاح لألي النور، بس الرب ما رح يضويه عنك وعنك. الرب حاطت أدوات رعايته واهتمامه بحياتك وحياتك. سأل الروح القدس يفتح عيونك تتشوف هاي الأدوات لتعرف تستفيد منها، تتمتع برعاية الرب واهتمامه. من أدوات الرب كمان يلي بيستعملها روحه القدوس، مشورة الروح القدس. عنده ملائكة بحسب مزمور 103، هن حاضرين انه يعملوا امر الرب. مزمور 91 بيحملوك كرمال اجرك ما تدق بحجر، بيحموك. رب عنده كتير ادوات ليفرجي عن محبته ورعايته. فتش وفتشي على هيدي الادوات، وكل ما تعرف عنها كل ما رعاية الرب ومحبته المتاحة تصير شغالة وحياتك بتنفجر بالمجد. الآية 5 ما قبل الأخيرة بقول داود بعد ما قطع بوادي ظل الموت وميز أدوات الرب الراعي عصا والعكاز، وأنه كان معه بهذا الوقت الصعب والضيق، بالوقت بالآية 5 بيقول داود للرب: تبسط أمامي مأدبة على مرأة من أعدائي. عم تتخيل شو الامتياز إنه الرب بذاته هو حضر مايدة لداود قدام أعدائه. إكرام إذا أنا رحت لعندك تنقول على عشاء أو غدا على بيتك انه تفرش لي الطاولة بأحسن الأمور، بس كل هالشي تكون خادمة بيتك عم تعمل لألي هاي الأمور كلها، بحس بالإكرام أكيد انه مشغلة عم تحط الصحون والأكل وكل هالأمور. بس إكرام أكبر لألي وبحسسني بحب أكبر لما بلاقيك انت او امك منشغلين تحضروا الطاولة لألي انا. فداود قال هون: تبسط امامي مأدبة على مرأة من اعدائي. الرب شخصيا عم بيحضر الطاولة لداود، الرب شخصيا عم بيحضر الطاولة لألك ولألك. مش بس هيك، قدام الأعداء ليفرجي كل هود الأعداء أنا فيي أبعت ملاك، أنا فيي بس أبعت كلمة. وبيعمل الرب كل هالأشياء، بس قدام الأعداء الرب شخصيا بيتدخل لأنه رجل الحرب، لأنه راعي نفسه وحرسه،
الأعداء بيتطلعوا على يسوع شخصيا بحياتي وبيشوفوا أنه إف هو شخصيا عم يهتم بطوني. كان في يقول للرب يا رب بعت لي كلمة بس أو ملاك وبيعملها وبيحفظنا من الأعداء، بس أنت بتحدد إذا بدك الرب شخصيا يهتم فيك أو وحدة من أدواته وبركاته. لأنه موسى قال بعد ما الرب قال له رح أبعت ملاك قدامكم كرمال يقودكم للمطرح يلي بدي أخدكم عليه، صرخ موسى وصلى وقال له لا يا رب ما بدنا ملاك. قال إن لم يسري وجهك أمامنا لا تصعدنا من هنا. أنت بتحدد إذا بدك الرب شخصيا هو يلي يكون عم يهتم فيك ويفرش لك السفرة ويحميك. مسحت بالزيت رأسي، عم بيكمل يسوع شخصيا هو اللي عم بيدهن داود بالزيت. عم تخيل هيدا المشهد، نفس ايدين اليسوع الحلوة المباركة يلي غسلت اجران تلاميذه واجران بطرس اللي كان معاند، نفسها عم تدق براس داود، عم تمسح راسه بالزيت. وأفضت كأسي. ليلة الأخيرة السادسة بيقول داود إنما خير ورحمة يتبعانني طوال حياتي. أكيد لأنه يسوع عم يهتم فيه. إنما خير ورحمة يتبعانني طوال حياتي. معقول تكون موكل يسوع بحياتك وتكون موكل يسوع بحياتك وما تقدر تقولي هالكلمات؟ إنما خير ورحمة يتبعانني طوال حياتي. إذا حطينا حالنا وزواتنا بين إيدين حكمة اللي منقوله أنه رح يمشي الحال، أنه هودي شاطرين دارسين برا عندهم شهادات عندهم خبرة قاطع عليهم عمليات اسمهم معروف، نقعد منحكي قدام الكل مطمنين لأنه عارفين بين إيدين مين حاطين صحتنا. داود يلي كان حاطت حياته بين إيدين الرب معقول ما يقدر يقول هالكلمات إنما خير ورحمة يتبعانني طوال حياتي؟ أنت وأنت وأنا اللي حاطين حياتنا برعاية يسوع معقولة بهيدا الوقت أو بكرة أو بعد بكرة نكون عم نقول للناس إنه الشرور بدها تصيبنا، حياتنا من بهدلة لبهدلة، من تعتير لتعتير، من فقر لفقر؟ شو هالإهانة لهيدا الراعي يلي هو راعي الرعاة يلي هو ما بيفشل وكل إنسان بيفشل، يلي هو كامل برعايته وبمحبته وبتوقيته؟ يا رب منتوب قدامك اليوم بهيدا الوقت على كل مرة قلنا انك راعي حياتنا وانك مهتم فينا بس ما كنا مصدقين، وكنا بحكينا عم نعلن شي تاني انه انت غير جدير بالامانة. على كل مرة قلنا فيها انه ما في خير بحياتنا، ما في رحمة، ما عم يصير معنا إلا الشرور، كنا عم نهينك يا رب، كنا عم نفرجي أنه منا مصدقين. مثل مرتا يلي لما قلت لها أنه خيك رح بيقوم قالت لك إيه أنه رح بيقوم بآخر الأيام. كنت مفكرة مرتا أنه مصدقتك، بعد ما قمت أو أقامت خيم بين الأموات قلت لها هالكلمات، ألم أقول لك مرتا إن أمنتي ترين مجد الله؟ بعد كم آية لقدام فرجيتها أنه أنت كنت عم تحكي بس ما كنت مصدقة. يا رب احمينا أنه
نحكي ونحكي ونرغب الحكي ونقول انك هيك وهيك بحياتنا، بس مش مصدقينك. انت مش بانسان لكي تكذب. يا رب عبور فينا اليوم على مستوى جديد من ملء الثقة بشخصك يا رب، لأنك بتهتم فينا مثل ما بتهتم بداود. رح نعلن وسط كل الأزمات، وسط كل التحديات، بالوقت يلي الناس ما عندهم ياك كراعي، نحن يا رب رح نعلن أنك مهتم فينا، ورح نعلن خير ورحمة يتبعانني طوال حياتي، ويكون بيت الرب مسكنا لي مدى الأيام. مش بس خير ورحمة رح يتبعوني لأنه الرب عم يرعاني ويهتم فيي شخصيا، كمان رح اسكن ببيته يوم واثنين، لا مدى الأيام. مش بس رح نتمتع ببركات يسوع، إنما كمان بالعلاقة مع يسوع، وبأنه نصير من أهل بيته ساكنين معه مدى الأيام. آمين.